برودوي لوكو، هذا يسوى 450 ألف دينار جزائري، وهذا برودوي تاع تاع الترك ثاني كوير يسوى 940 ألف. هكذا هذا برودوي احسن احسن تعمدية تاعنا، احسن شو تاع بلادنا احسن، تلقاه فرس كيف كيف، ما كاش ديفيرونس كبيره. فينيسيون شو الله فينيسيو، هذا الكوير تاعو ثاني مليح، تلقى كوير ميتريتي ما شاء الله، ما حاجه كونفيونس 100%، يعني كوير حاجه ما شاء الله. من الصعب ان يفرق هذا الزبون بين الحذاء المحلي والمستورد نظرا للتشابه الكبير بينهما، فالفرق الوحيد هو السعر، والذي كثيرا ما يتجاوز الضحف بالنسبة للسلع الأجنبية. في الحقيقة والله غير تفاجأت، والله غير الحمد لله، صنع جيد جدا لي لا فينيسيو كل شيء. كان واحد ما يقول لكش باللي هذا منتوج محلي ما تقدرش تعرف. في الأول أنا ما قدرتش نعرف المنتوج المحلي من المنتوج الأوروبي المستورد، والآن أنا عرفت المنتوج المحلي، ما كانش فرق بيناتهم، ما كان فرق في السعر فقط، في المبلغ. المبلغ هذا هو يدير قال لك 450 وهذا 1,080,000 ولا مليون. كاين بزاف ناس يجرون للمحل ما يفرقوش ما بين البرودوي المحلي والبرودوي الأجنبي، الحذاء الأجنبي ولا المحلي. السبب لخاطر عندنا البرودوي تاعنا هذا تاع المدية ولا حاجة مليحة ما شاء الله، في لافينيسيون في البرودوي في كلش ما شاء الله. فترة الحجر الصحية وإن كانت نقمة على الكثيرين، إلا أنها أيقظت الصناعة المحلية للأحذية، خاصة مع نقص الاستيراد. أحذية المحلية السبب تاعها باش ولات منتشرة في السوق نتاعنا حاليا هي جائحة كورونا، وين العالم قاعد تغلق خاصة الجزائر، خاصة نحن نعتمدوا على السلعة التركية والهندية وخاصة الأمريكية. اعتمدنا هذه المرة على السلعة المحلية، مثلا سلعة المدية، هذه السلعة اعتمدنا عليها لخاطر بري مليح، وخاصة صراو ضغوطات لخاطر ما الناس ما كاش واش تلبس صراحة، من جهة، ومن جهة أخرى الأسعار طالعة بزاف، الصباط ولا خاصة الصباط هكذا مثلا اللي بو تشيلسي. دعم الصناعات المحلية وتغيير المستهلك للصورة النمطية السلبية عن منتجاتها هي أولى الخطوات التي تضع الاقتصاد الوطني على سكة التنمية.